الله مساءكم مشاهدينا بكل خير، ومرحبا بكم في برنامج ظل الخير. ظل الخير وفي عدده الجديد لهذا الأسبوع اختار لكم ثلاث حالات إنسانية تئن في صمت وتأمل الشفاء العاجل. ورم على مستوى الوجه حول حياة الشابة شاهيناز من ولاية عين تيموشنت إلى جحيم، حيث تعيش مأساة حقيقية، خصوصا وقد أثر على دراستها وحرمها من عيش حياة طبيعية. لنتابع هذا التقرير. بحسرة ومعاناة تروي لنا أم شاهيناز مأساة ابنتها البالغة من العمر 18 سنة، مع ورم بوجهها يتفاقم ضره يوما بعد يوم ويحول حياة شاهيناز إلى جحيم. ورم اكتشفته طبيبة الأسنان وعجز الأخصائيون عن علاجها، ليبقى أملها الوحيد متعلقا بعملية جراحية بتركيا بمبلغ 500 مليون سنتيم. هاد البنت راها في عامين وهي مرضى كيما راك تشوف فيها. فوت لها طبيب عند تاع دونتيس على فمها، والدونتيس هو اللي فقلها باللي عندها انتيمور في ماشوار. الوغ الطبيب تاعها دكتور حفصي في بنزرجب باش دار لها العمليه عام، هو يقول لي ما عندها والو، عندها غير كيس كي والو. سما عام في لوبيتال تاع بنزرجب ضيعوا لي عام، وهي عندها مرض انتيمور وضيعوا لي عام منها، هو ما عندها والو ما عندها والو. خليها الشيره تقرا. خليتها تقرا، كي فوتت البياف وربحت وراحت لليسي الثانويه، قلت ندير العمليه لبنتي. كي دار لها العمليه ومن بعد دخلها وخرجها، قال لي ماذا ما قدش نخرب فيها، عندها كيس فيبرون، وكان ما ديرلهاش العمليه يولي لها سرطان. وسرطان لا يلتراها في الوجه، ماشي حاجه سهله، في الفاس في لاماشوار. صحها الغدوه خرجها لي، دار لي هاو دار لينا الرابور، دار لي رابور ميديكال باللي العمليه تاعها في الخارج. زيفتنا للترك قالوا لنا 500 مليون، وزيفتنا لفرنسا قالوا لنا 500 مليون. بدموع الحسرة تبكي الأم وبدموع الألم تبكي البنت، وكلاهما يترجى المحسنين من ذوي القلوب الرحيمة مساعدة شاهيناز في العلاج والتخلص من الورم وإنقاذ حياتها. انا هذه بنتي، وسمحوا لي لما عرفتش نهضر، هذه بنتي. انا كنت اكبر من المناضله في التضامن، وكنت بنت التضامن، وتا واحد ما وقف معايا وتا واحد ما عاوني. صح جا هذاك المرض، وراها تقول لك الحمد لله، راها تقول الحمد لله بك يا ربي. عامين بزاف، كي دخلت عند مدير التربيه راهو عليا ناس وقالوا لي دخلي عند مدير التربيه هي تشد لك الدوسي وتعاونك. شدت الدوسي وقالت لي غدوه روحي عندي. الغدوه كي رحت عندها واستقبلتني قالت لي ما كاش مشكل، غير خلي الدوسي. ومن بعد كي عاود وليت عندها 15 جوغ لقيت، قالوا لي راها في الخارج داوي في الاكاديمي، قالوا لي راها في الخارج زاجون، قالوا لي راها في الخارج داوي. علاه هي داوي وحنا ما نداووش؟ علاه هي ما تموتش حنا نموتوا؟ الموت بيد ربي، لا ما عاونتنيش هي، كاين الناس اللي تعاونني. ومانيش باغيه باش بنتي تضيع. وفي لا سونتي في لا ديريكسيون قالها ما عندنا ما نديروا لها هاد البنت، حنا ما تروح للجمعيه تطلب. روح للجمعيه، سي فغي روح للجمعيه تعاونوني، بصح يعاونني مدير النشاط الاجتماعي. انا كنت عيطه كود ما، انا كنت مشى معاه دراع بدراع، كي غبيني لغا السيده بالريشي عزه. درك وين راكم؟ مي بنتي مرضت انا درك فشلت ولدي، فشلت ما صرتش انا، شكون اللي راه يعاونيني؟ فشل انا، عامين ما درت والو لبنتي، ما لميت، ما درت قواطه في الحوانوت ولميت، وليت ما نعرفش نهضر. راك تشوف لي فوطو ولدي، كنت اكبر شنو غادي نقول لك انا من والله ما عرفت. الورم الذي أثر على حياة شاهيناز الدراسية، هذه الطفلة اليتيمة التي تكبدت أمها على مدار سنوات مضت، عناء مساعدة الكثيرين من خلال جمعية خيرية ترأستها سابقا، في وقت تبحث فيه الآن عمن يساعد ابنتها ويعيد لها بصيص الأمل في الحياة. دهنت العملية عناية درها لي دكتور في سبيطار حفصي، دار لي عمليه تاعي ولا غالب ما نجحت ليش. وهكا قبل عام قبل ما يدير العمليه هو غير يجري فيا، سي با غراف سي با غراف، الاوبيراسيون تاعك سي با غراف، ما عندك والو، عندك غير كيس، ما عندك والو، عندك غير كيس. عام وما دار لي والو،
من بعد عاود مرمر هذيك العام دخلت في العام الزواج، رحت عنده انا ماما، قلت لها زعما انا في عام وين تدير هاد الاوبيراسيون. كي شافني كبرت، شاف الكيس تاعي كبر وفمي تفخو كاع، قال لي صايي سي بون وجدك وقتك وروح ندير لك الاوبيراسيون تاعك. كي وجدك وقتي ودخلت الاوبيراسيون تاعي، انا كنت ساكره مع بيتش، كي خرجت قالوا لي العمليه تاعك ما نجحتش. وهذاك الدكتور هضر مع ماما قالها اوبيراسيون تاعها ماشي هنايا، تندار في الخارج. اوبيراسيون تاعها تقعد 12 ساعه ويدخلوا معاها 7 ميتان باسكو باش يقلعوا لي وكاع. وجاتني في لاماشوار وفي وجهي شغل زعما قال لها حاجه كبيره. هو كاع راه باين في لاماشوار. نداء تبعثه هذه العائلة لذوي القلوب الرحيمة علها تنتشل واقعها المرير إلى حياة أجمل، فهل من مجيب؟